أصدقائي المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر إذاعة صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نضوي فيه على عنوانين كتير مهمين عن اضطراب التوحد. نحن هلأ بشهر التوحد وما لا نعرفه عن التوحد، رغم كل هالسنوات ورغم عمر طبعا هالاضطراب وإصابة العديد من الأولاد والأطفال فيه، بعد في إشياء بنجهلها عن اضطراب التوحد. على كل حال رح نحكي عن هالموضوع والمستجدات باضطراب التوحد اليوم مع ضيوفنا. أما الملف الآخر فهو عن الحضانات. يعني شهدنا بسنة 2023 فضيحة عن إحدى الحضانات وكمان المرخصة. طيب لو ما صورت يعني مربية موجودة أو متعاملة مع هالحضانة المشاهد، كيف كنا عرفنا؟ طيب ما دام وزارة الصحة لهلأ ما عندها فريق عم بيراقب مثل ما لازم، السؤال شو عم بيصير داخل الحضانات اليوم؟ هل من يراقب وحاسب؟ هيدا عم نحكي عن الحضانات المرخصة. كيف عن الحضانات الغير مرخصة؟ هونيك حدث ولا حرج، لمين عم نسلم أطفالنا ومين عم بيعتني بأطفالنا؟ كمان عنوان آخر رح نسلط فيه الضوء اليوم. خلونا نبتدي بالتوحد، وبيسرني اليوم استقبل ضيوفي اليوم الاختصاصية بعلم النفس المدرسي زينب غدار. أهلا وسهلا فيك، عندك مدرسة طبعا للتوحد والصعوبات التعلمية. شو اللي ما بنعرفه عن التوحد؟ بنحكي كتير عن التوحد، شو المستجدات؟ خلينا نعرف أول شيء التوحد. التوحد هو اضطراب منه مرض. أوكي. ليش سميتي أنت حضرتك ولا هيدي؟ لا أكيد مش أنا. أكيد مش أنا. هو اضطراب لأنه ما في بعض الأسباب واضحة أنه شو أسباب التوحد. لو هو مرض ساعتها دغري منلاقي الدواء، فنحن لا بنعرف لا أسبابه ولا العلاج كميديكال كأدوية. فاللي نحن بنعمله أنه بنقدم التدخل العلاجي للأولاد لنخفف من السيمتوم، يعني من العوارض اللي بتبين عند أطفال التوحد. سواء أطفال التوحد عندهم مشاكل بالتواصل، تواصلهم مختلف عن تواصلنا نحن بالمجتمع. نعم. طيب اليوم بأي عمر فينا نشخص التوحد ومين المؤهل لإجراء التشخيص؟ يعني اليوم منروح عند حكيم أطفال هو بيشخص، عند بسيكياتر هو بيشخص، عند بسيكولوجي مثلا هو مين هو بيقدر يشخص انه هالطفل عنده اضطراب التوحد؟ هلا اكيد اول شيء بطبيعه الحال الطفل بيكون عم بيروح عند البيدياتر، يعني اكيد الام ما حيجي بباله انها تروح تتوجه عند بسيكياتر او نورولوج. فالمفروض كل البيدياتر يكونوا عارفين انه شو ممكن يكون السمات اللي تبين على الاطفال منذ الصغر، يعني من لما بيكون الولد صغير، وتوجه انه يا ام عندك في سمات مبينه بليز روح توجعي هذا المطرح. فلازم البيدياتر يكون عنده معرفه انه ممكن يكون في عنا توحد لبعدين، ويوجهها اكيد عند النورولوج او عند البسيكياتر. يعني غير هول منهم مخولين انه هن شخص. طيب بدي رحب بضيفي اختصاصيه علاج لغوي ونطق جوال برشان. اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. اليوم يعني باي عمر لازم نتوجه بالطفل الى البسيكياتر او البسيكولوج؟ يعني باي عمر؟ اوكي، هلا مثل ما قلت مدام زينب انه البيديات المفروض يكون عنده أكيد علم بالسمات الأولية اللي بتبين عند الأطفال، يعني إن كان عدم تطور للغة أو تطور كتير بطيء على عمر صغير. نحن بنحسب تقريبا على السنة الولد لازم يبلش يقول أول كلماته، وأكيد في عنا التواصل البصري قد عم يتفاعل قد عم يتجاوب مع المجتمع حواليه. مين بيقيم هالشي؟ هلا اكيد الاهل هن بدهم ينتبهوا على السمات، واكيد البيدياتر، يعني لانه على عمر صغير ما بيكون في كتير متطلبات من الولد، بتكون مش بعد كتير في مهارات لازم تتطور. فاكيد طبيب الاطفال او اذا كان الولد بحضانه يكون المحيط تبعه على علم بالاشارات المحذره انه معقول يكون عنا اضطراب بالتواصل. هلا برا عم يعملوا تشخيص على عمر كتير صغير، تقريبا من السنه ونص بنقول نحن للثلاث سنين. هلا في اكيد أن يعني في درجات من التوحد، وفي درجات بتشخص على عمر شوي أكبر، يعني بين الأربعة والستة. بس بالمبدأ يعني عم بيصير التشخيص المبكر من عمر السنة ونص للثلاث سنين، بتكون بلشت تتبين العوارض والسمات. يعني بسن الرضاعة ممكن نقول أنه بيظهر التوحد أو بيظهر بعد سنوات؟ في دراسات عم تشوف أنه في عوارض معقول تبين على عمر كتير صغير، مثلا على عمر المكاغات ما بتكون كتير متجانسة مع مكاغات الأم يلي هي عم ترد عليها،
أو يمكن بوقت الرضاعة ما عم بيكون في تفاعل كتير بصري أو مثل اللي بيعمله الولد بالعادة مع الأم، بس كمان يعني مش بعدها ما في يعني إشياء مثبتة، بس عم نعمل دراسات على عمر كتير صغير قد ايه معقول يكون في إشارات محذرة. أم طفل عنده توحد، أهلا وسهلا فيك عايدة عبد الغني. أنا بونجور. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. كيف عرفتي أنه طفلك عنده اضطراب التوحد؟ بالبداية أكيد لاحظت في اختلاف بينه وبين الأولاد اللي بعمره، الاي كونتاكت، ما بيحكي، بتعيطي له ما بيرد، في كتير سمات خلتني اتجه اني اشوف حكيم ليشخص لي حالته. نعم، يعني انت من خلال يعني طفلك ووجود طفل بالبيت، اول شيء كيف تفاعلتي مع هالموضوع يعني كأم وكعائلة؟ يعني صار عندك هيك مثل اكتئاب مثل حزن ولا لا تقبلتي هيك وضع طفلك بكل ممنوعية؟ لا 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 اكيد لا، بالقبل أي مثل اي ام بدها ترفض انه يكون ابنها شو شيء، ما بدها تصدق، والعائلة اللي حوالي اكيد ما بدهم يصدقوا، بس بالنتيجة بدك تقتنعي وتفهمي انه في مشكلة تقدر تحليه. ومن هون بلشت رحلتنا، اكيد بكينا اكيد تعبنا، بس مساعدة الاخصائية اللي كتير شرحتنا مدام زينب بخصوصة كتير شرحت لنا وفسرت لنا الخطوات اللي لازم ناخدها لنقدر نتقبل، اهم شيء نتقبل انه عنده مشكلة نقدر نلاقي له حل. طيب انت كأم شو استراتيجيات اللي لقيتيها الاكثر فعالية لحتى تدعمي تعلم طفلك والتوريه بالبيت؟ لأنه في كتار من الأمهات بيتكلوا على المراكز، بيتكلوا على المدرسة، بيتكلوا على الأطباء، على الاختصاصيين، يعني ما في مهارات معينة أو استراتيجيات تقدر كمان الأم بالبيت تستعملها لحتى تتطور حالة طفلة نحو الإيجابية أكتر والشفاء؟ طبعا طبعا، لأنه الشغل مش بس بيكون بالمركز، الشغل بده يكفي كمان بالبيت، ذات النظام اللي بده يكون عم يشتغلوا فيه الأخصائية بالمدرسة أو بالمركز لازم أنت تتبعيه، ودايما بيكون في تواصل بين الأهل وبين المركز والأخصائية لحتى نوصل لذات طريقة التعامل لحتى نوصل لعلاج صحيح. إذا أنا متكلة بس على المركز مش حأصل على نتيجة، لازم أنا أسمع وأسأل أي شيء أنا براسي مش عم بعرف أتعامل معه أو صار عندي أي حالة بالبيت ما عرفت كيف بدي أتصرف معه، بدي أرجع للأخصائي لحتى يساعدني. نعم، بس اليوم في توازن بين احتياجاتك الشخصية ومتطلبات العناية بطفلك، يعني الأم اللي عندها طفل عنده اضطراب التوحد اليوم يعني بتكون عايشة معاناة كبيرة؟ أكيد أكيد، حياتنا بتكون مختلفة تماما، عن يعني في شغلات ملغية من حياتنا تماما، نروح على السينما، نروح على مول، نروح على مطعم، دايما بدنا نكون خوفانين من نظرة الغير ومن انزعاج الغير وكيف بدنا نتعامل مع الغير ونفسر له نحن ابننا شو بيه أو لسه يعني هم انتم بتكون تفسروا يعني الام بالإضافة الى معاناتها كمان بتفسر للمجتمع في عدم وعي بالمجتمع عنا حول هالحالات يعني وحالات اخرى جدا جدا، عدم تقبل والاختلاف اي نوع اختلاف، ما بيتقبلوا الاختلاف وما بيقتنعوا انه هذا الشخص ما حيأذيه. يعني في كتير مواقف بتصير معي بحياتك العامة بدل ما تكون عم بتطوري او عم تعلمي ابنك مهارة جديدة بتكوني عتلاني هم تفسر لحواليك انه ليش هو عم يتصرف بهذه الطريقة. نعم، على كل حال شو بدك تقولي لكل الامهات اللي عندهم اطفال عندهم اضطرابات توحد، شو النصائح من خلال خبرتك؟ أول شيء بدك تتقبلي التقبل، تتقبلي وتسألي كل الأخصائيين اللي حواليك لتعرف تتعاملي معه لحتى تكوني عايشة بطريقة مرتاحة. أكيد بدك تعاني كتير، ما عم قلي أنا ملاكة يعني دايما أب أند داون، دايما بقول ليش ابني هيك، بس دايما بنسمع الأخصائية ودايما تفكري بمصلحة ابنك وإنك توصلي لمرحلة يقدر يعتمد على نفسه وما تعلي شو بقوله توقعاتك. نعم، بدك تتقبلي هو قديه قدراته قديه بيقدر وتتعايش مع هذا الموضوع وبيوصل بيوصل. على كل حال نحن بدنا نشكرك، يعطيك ألف عافية. شكرا لك. أم طفل متوحد عايدة عبد الغني، اليوم بدي أسألك الاختصاصية بعلاج لغة ونطق جوال برشان من خلال خبرتك، في عوامل وراثية، شو علاقة العوامل الوراثية ب باضطراب التوحد عند الأطفال، في علاقة ولا لا؟ هو نحن ما في عنا سبب بعد، في عوامل بتأثر
من الدراسات بينت انه في عوامل جينيه. بالعوامل الجينيه في نوعين، في تغيرات عم بتصير بالجينات ميوتيشن عم بتادي انه تكون عندنا تغيرات بين بالجينات، بس هي تغيرات كتير يعني تفصيليه بالجينات. وكمان شافوا انه في عامل وراثي، لانه كمان كان في نسبه اعلى عند مثلا التوائم، في نسب بالعيال، بس منا هي سبب مباشر، هي عامل. نعم. الجينات والوراثه هو عامل من العوامل يلي ممكن يؤدي، بس منه كمان بعض من الاسباب المباشره. زينب غدار، اهميه او بدنا نحكي عن الفرق بين التاخر بالتواصل والتاخر اللغوي، يعني كل حدا بيتاخر بيقولوا عنه عنده توحد؟ هلا في فرق بين المشاكل بالتواصل والمشاكل اللغويه. هلا اكثر مدام جوال بتحكي عن القصص اللغه، بس المشاكل بالتواصل بتختلف كثير عن التاخر باللغه. تاخر بالتواصل يعني الولد ما بيتطلع فينا، اذا عيطنا له ما بيرد علينا، اذا نكزناه ما بيبرم لعنا، اذا في صوت مثلا لعبه وراه ما بيبرم بيتطلع شو في وراه، يمكن اذا امه ظهرت من الاوضه ما بينتبه. تاخر اللغوي هو بيكون عندنا مشاكل اساسا بالنطق، يعني هو بيتطلع يلعب بطريقة مظبوطة، بيركض عند أمه، بيركض عند بيو، إذا عيطنا له برد، بس عنده مشاكل بيكون باللغة مش بالتواصل. في فرق كتير كبير بين اللغة والتواصل. نعم، نحن عادة بدي بس أحكيك جوال برشين، عادة يعني الولد بعمر معين ما بيكون عنده مشاكل بالسمع، ما بيرد وما بيسمع، وبعدين بيطلع أنه كتير بالحياة فاعل وشاطر هيك، بس بيتأخر ليحكي وما بيرد على أهله، بيكون يمكن زعلان من شيء نحن مزعلينه لهالطفل، أخذ على خاطره من شيء أهله ما كانوا عطينه الاهتمام الكافي، يمكن بعدوا عنه وما عرف ليش، في أسباب كتيرة ما أدري فسرها. هلا بس الولد يكون عنده، يعني احنا بنميز بين تاخر باللغه وبين اضطراب او مشكل باللغه. تاخر باللغه هو الولد بيكون متاخر بس عم يتطور وبيوصل لوقت معين بيرجع بيعود. بالاضطرابات او الصعوبات اللغويه بضل في عنا فرق بين التطور النمائي المضبوط اللي لازم يكون وبين العمر اللغوي للولد عنده. هلا بس يكون في عنا اضطراب او تاخر باللغه، هو الولد بيكون عنده استعداد يصير عنده هذا المشكل، بيجي شيء من المحيط بيعزز انه يبين يمكن بوقت اسرع او انه يكون عم يتطور هذا التاخر، بس ما كمان يعني ما في يكون سبب مباشر، يعني هو كمان بنرجع انه في عوامل بتادي انه يكون في تاخر او اضطرابات لغويه، بس كمان منا انه سبب في اسباب كثيره مشان هيك ما فينا نحكم عليها. مين بحق له التشخيص؟ مين بحق يعني يشخص انه حاله التوحد؟ هو مثل ما قالت مدام زينب، هو الطبيب المختص، ان كان طبيب نفساني خاص بالاطفال او طبيب الاعصاب الخاص بالاطفال، بيحط التشخيص. هلا اكيد بده يكون في تعاون من قبل يعني يعني لانه هو التشخيص عياده بيستند على العوارض، ما انه تشخيص بيستند على الفحوصات الطبيه. زينب كله بيشخص، مين بحق له يشخص؟ ايه مثل ما كنا عم نقول البسيكياتر والنورو. هلا البسيكياتر والنورو مثل ما كنا عم نقول بحاجه ليكون في تيم، لانه بنص ساعه ما حيقدر الطبيب يشوف كل شيء، يعني حيكون الولد مستغرب أكتر. الحكي بيكون يعني بناء على حكي الأهل، يعني بنط ما برد علي، بصير منا نعطي أدوية. نحن بحاجة لوقت أطول، نعطي فرصة للولد على القليل يعني 3 مرات نشوفه على فترة زمنية كبيرة، يعني مش نص ساعة ومنبني التشخيص، لأنه نحن بالتشخيص عم نبني عم نهد مصير ولد، يا عم نبني مصير ولد وعائلته. فكتير حساس الموضوع، عم بيكون في كتير أغلاط بالدياغنوسز، يعني مش كل اللي عم يتشخصوا مظبوط للأسف، وهذا عم بيهد من الأسرة كلها. طيب شو بدها تعمل الأسرة؟ بده يكون في كريتير من الدولة كيف يتشخص ولد التوحد. لا ما في، لا للأسف. طيب الناس تقرأ على جوجل ايه وبتطبق اشياء ممكن تكون صحيحه وممكن ما تكون صحيحه، شو التوعيه بهالاطار؟ بليز ما نلحق السوشيال ميديا وما نلحق دكتور جوجل، لانه كل حاله ما هو اسمه طايف يعني سبيكتروم، ولازم نوضح شغله انه طايف توحد مش معناتها شيء من التوحد. الطايف يعني سبيكتروم يعني كل كيس بكيس مختلفة عن التاني، يعني كل طفل مختلف عن التاني. فكرمال هيك ما فينا نعمم، إذا رحنا على السوشيال ميديا وسمعنا إذا عم يعطوا نصايح أو على جوجل نقدر نطبقها على أولادنا، هذا الشيء خاطئ وبيضر.
طيب شو علاقة التلوث باضطراب التوحد؟ ما في دراسة حكيت عن علاقة التلوث اللي عايشته العيلة بس ليش بينطبق على ولد وما بينطبق على ولد آخر مثلا؟ هي في إلا علاقة ولا دراسات شو؟ هو التوحد بعد نحن مثل ما حكينا أول شيء ما له أسبابه، بس في عوامل، عوامل جينيتيك وعوامل الانفايرومنت يعني المحيط. المحيط يعني كتير بيأثر على الولاد اللي عندها توحد، ومنك البوليوشن أكيد. نعم. اليوم يعني تربية الطفل المصاب بالتوحد صعبة؟ أكيد صعبة إذا ما في وعي. إذا ما في وعي أكيد. طيب الدمج هو أحد الحلول المتاحة؟ ما هو لما... شو تعريف الدمج بالنسبة لأنك إذا كنا عم نحكي مدارس ولا مجتمع؟ الدمج مش معناته أنه نحطه وما تكون البيئة مهيئة لنحنا نحضن هذا الطفل. عندنا مدارس للتوحد؟ أنت حضرتك عندك مدرسة صح للتوحد ولا صعوبات تعليمية؟ بس مش ما في في عم يعني عم بيطالبوا بدمجهم بالمدارس صح، بس ما هي المدارس قد ايه هي مهيئه ان هي تحضن هذا الطفل، مش معناتها اذا حطينا له كرسي بقلب صف يعني هو صار دامج. نعم. دامج بده يكون في بيئه حاضنه للاطفال، كان رفقاته معلماته بالملعب during the eating time يعني وقت الاكل، انه يكون نحن عم نساعده، مش معناتها اذا حطينا له كرسي وحطينا الورقه يعني نحن صرنا مدارس دامجه كمان. نعم. هذا الشيء بيتحدد من قبل وزاره التربيه انه شو هي المدارس بس اني مهيئة انا تاخذ هيدي الاطفال، مش انه حطيناها وخلص. بس في حالات توحد، في مثلا حالات متوسطة خفيفة، يعني في حالات صعبة، بدنا نميز مش هيك؟ صح مزبوط. هو في درجات للتوحد، بس الدرجات كمان مبنيين على العوارض وعلى مستوى الاداء بمختلف المهارات، والمهارات بتتحسن. يعني نحنا فيكون مبين عنا توحد شديد، العوارض تكون شديدة، مع المتابعة وإذا تبلش كمان على عمر صغير تتحسن المهارات ويخفوا العوارض. يعني كيف تتحسن؟ من خلال الدمج بالمدرسة مثلا؟ يعني هيدا عنوان حل من الحلول. الدمج المدرسة مثل ما قالت مدام زينب يعني ما بيكفي يكون بمدرسة، لازم يكون في بيئة حاضنة، وتكون كمان في فريق عمل عم يشتغل على خطة فردية تكون مناسبة للولد وتكون شاملة لكل المهارات اللي عنده. طيب وين هالخطط زينب يعني موجودة ولا عم نحكي بالهوى بالوقت الضايع نحن وياكم؟ يعني هالدولة عم تهتم بأطفال التوحد؟ يعني عندنا برنامج الدولة مناسب لعمر الأطفال المصابين بالتوحد؟ لهلا ما في شيء. نعم. إذا عم تسأليني هلا إذا عم نشتغل نحن عم نجرب قد ما فينا، إذا ما نحكي قد ايه في وعي، في وعي بالاسم يعني الوعي نحكي فيه بس على الأرض ما في وعي. نعم. أرقام تليفونات صوت لبنان عنا حوالي 6-7 دقائق فينا نتصل تتواصلوا معنا وتسألوا إذا كان أي طفل عندكم مصاب باضطراب التوحد على 01-325-555-76-11-003-005-واتساب-76-11-001. المدارس الدامجة بلش مشروع بسنة 2018 ولهلأ صرنا بال 2024 ما في شيء ماشي مثل العادة. طيب زينب، هل الإصابة بالتوحد لا تعني نهائيا عدم القابلية للتعلم والتطور؟ حسب الليفل، حسب الحالة. نعم. يعني في توحد بيكون مرافق لاضطرابات تانية، يعني ممكن يكون توحد مع ADHD، ممكن مع تأخر ذهني، فهذه بتكون الحالة أصعب لأنه مرافقة لاضطرابات تانية، بس كل ولد حالة بحد ذاته. يعني أنا ما في عمم ولد بيتعلم ولد ما بيتعلم. نعم. فقدين نحن منهيئ البيئة التعلمية كمان، يعني مش كل الولاد بدها تتعلم تنحط 25 تلميذ بقلب الصف ونحن نقدم البرنامج مثل ما هو، نطلب من طفل عنده اضطرابات انه هو يتعلم، فبده يكون في ادابتيشن. نعم. اليوم في سياسة الدمج المدرسي للمصابين بالتوحد عم ينقال اطلقت ب 17 أيار 2023. بقى يعني في على طول بتطلع الوزارات المعنية هيدي، يعني طبعا في ثلاثة معنيين بالتوحد، وزارة التربية، عندك وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. اليوم يعني دراسات بتطلع ودولة بتعمل مشاريع وبالواقع على الأرض ما في شيء مطبق، والعيلة اللي عندها طفل مصاب بالتوحد عايشة كارثة. يمكن أكيد أكيد تخيل حالك مثل ما كانت عم تقول المدام قبل شوي أنه أنت بتضطر تزر بابنك لأنه المجتمع ما بده يتقبل. نعم. حق يعيش مثله مثل حياة لطفل، يعني هو ما نتقبل نحن الاختلاف، نحن ببلد ما بنقبل الغير.
نعم ما بنقبل الغير، فما نتقبل انه هذا الطفل بحق له يظهر، اهله بحق لهم يظهروا على مطعم، يظهر يلعب بطريقه اللي هو بحبها، لانه نحن ما فينا نجبر الطفل الاطفال كلها تكون مثل ما نحن بدنا، ما في كل ولد بيلعب على طريقته، فهذا ما انه عدل انه الولاده تنضرب بالبيوت لانه المجتمع ما بده اياهم. طيب زينب شو نسبه انتشار توحد وليش عم بيرتفع سنويا؟ عندنا معلومات انه عم بيرتفع اضطراب التوحد عند الاطفال، يعني الاطفال عم بيخلقوا عندهم توحد هن عم بيكتروا سنه عن سنه، في ارتباط بهالقصة؟ هلا عنا بلبنان ما في دراسات مؤخرة، بس برا عم نحكي وورلد وايد صارت 1 على 36. نحن تقريبا من نحن بال 2018 انعمل دراسة بلبنان على 68 وكانت مرافقة للنسبة العالمية، لأنه كان برا كانت 1 على 66، نحن كانت 1 على 68. نعم صرنا 1 على 36، يعني نحن بعد كم سنة لقدام حيصير تقريبا بكل بيت في ولد توحد. يعني نحن بدنا نشتغل على الموضوع، نهيئ البيئة والمجتمع والمدارس مستشفيات مولات انه في اختلاف وبدنا نتقبله وبحق لهم يطلعوا لبرا، العدد عم بيزيد. طيب جوال برشان الاختصاصي بالعلاج اللغوي، شو اكثر المفاهيم الخاطئة عن توحد؟ اكثر مفاهيم خاطئة انه هن ما بيتواصلوا هو ما في انسان ما بيتواصل، تواصل هي عنا اياها نحن بطبيعتنا البشرية، بس هن بيتواصلوا بطريقة مختلفة ما بدنا مطابقة للنورز اللي نحنا بنحطها، فهن بيتواصلوا بطريقتهم الخاصة، كان من خلال الحركات التكرارية، من خلال الأصوات اللي بيعملوها، فمن نكون نحنا كتير يعني عنا كمان observation مزبوطة تنكون عم نلحقهم. من كمان الأشياء الخاطئة أنه ما بيحبوا هن العالم، ما بيحبوا مثلا الأشياء التفاعل الاجتماعي، بالوقت اللي هو اضطراب التواصل عم بيأثر من ميلي المهارات الحسية، كمان فيها اضطرابات عم بتأثر من ميلي، وقت يقولوا ما بيحب يغمرون العالم وهيك المشاكل الحسية أكتر، فكمان وقت يحكوا أنه أحوه بعالمه هول العبارات اللي كانت كتير متداولة من قبل. نعم. خليني بس اخذ اتصالين بعدين قولي اللي بدك تقولي زينب. خلينا ناخذ اتصالين، مين معي؟ الو صباح الخير. اهلا وسهلا. انتوا عم تحكوا عن التوحد، بس انا بدي احكي كلمتين. انا برايي سبب التوحد هو الجو العائلي بالبيت والمشاكل. بس بيخلق عنده توحد، يعني ما بيش مش بعدين بيصير عنده توحد. نعم بيخلق عنده توحد، بيخلق عنده توحد، هذه صارت نتيجة نتيجة وراثية. بس بعد ايه بس حضرتك طبيب؟ حضرتك طبيب؟ لا 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 انا شقفية مهندس. ايه بس مهندس عم تحكي بالسبب هيدا. معلش معلش، بس انا بعد الخبرة سبب كل المشاكل للولاد هو المشاكل بالبيت وسبب الطلاق. وشكرا. شكرا لك. كمان اتصال اخر، مين معي؟ الو الو تفضل. الو بونجور. بونجورين. وحياتك. اذا كيف فينا نعرف اذا بيبي عنده توحد عمره 8 اشهر 9 اشهر تقريبا؟ تفضلي زينب. هلا هذا عمر كتير صغير. فيهم يعرف بعمر 8 اشهر؟ لانه كان عنده مي بالراس هيدا وقبل ما يخلق، عرفتي كيف؟ نعم. هل يعني العوامل الطبية هي بتخلي الطفل يكون عنده اضطراب توحد زي ما هي؟ اذا صار في مشاكل ما نشوف بالدماغ على اي لوب صار في مشكله، يعني بشريحه الدماغ اذا صار في مشاكل بالتواصل. هلا انا في اسال المسيو شو ملاحظ على ابنه؟ شو ملاحظ على ابنك؟ تفضل. مثلا ما بيطلع فينا هيك، بس كل شيء نورمال لما بتهديه عند الحكيم الاطفال كل شيء نورمال، بس ما بيطلع فينا. اوكي. ما بيضحك، بيرد، بكاغي امرار هيك على الخفيف. اوكي. وكيف النوم كمان؟ ايه عنده مشاكل بالنوم؟ لا بنام منيح. بالاكل؟ بالاكل عادي عادي نورمال كل شيء. أوكي. طبيعي. بيقعد كثير على في سكرين تايم؟ شو في؟ انه بيقعد وقت على التليفون على التابلت على التيفي. عمره 8 اشهر. 8 اشهر بس. فيكم بينحط على الاغاني؟ فيكم بينحط على الاغاني؟ هذا شيء صحي ولا لا انك تحطي ابنك على الاغاني؟ ما منه صحي. نعم بيركز عليه مثلا اذا بحط تليفونك بيركز. ايه ماما. ايه. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. ما بنعرف لانه بعد ما بنعرف هلا في لقاح، طالما ما بنعرف ليش طلع لقاح؟ عم بيحكوا هل هالشيء صحيح ولا لا؟ اما بيطلع عندك وعم نقرا هون لقاح عن التوحد، شو القصه؟ صراحه هو لقاح عن التوحد او دراسات كانت ترابط اللقاح بالتوحد؟ اول لقاح فعال لعلاج توحد الطب يقول كلمته، ونجحوا العلماء بربط اضطراب طيف التوحد بطفرة
بجيني جينية بالدماغ بسبب خلل الحمض النووي في مشاكل في عمليات النمو الحاسمة بالدماغ. هو الاضطراب يعني تبع التوحد مثل ما قلنا يعني مبين في شيء بالعضوية تبع الدماغ، بس بالوظيفة تبع الدماغ أكيد في تغيرات. نعم. وقت ينعمل يعني الشغل على الوظيفة الدماغية في تغيرات. الدراسات كمان القديمة بينت أنه التوحد في فرق بإشياء بالدماغ موجودة ما معقول تكون موجودة إلا وقت تكون الجنين. مش هيك اللي قلتيه صحيح أنه هو خلق عنده توحد مش تطور معه التوحد العلماء لا أنه قلتي له يا للمسيو قبل أنه هو هو يعني بعد كمان بعد دراسات يعني وبعدها كمان هن بس حكي عن لقاح يعني هيدا خبر فيك ما منا في كتير بيطلع كتير قصص يعني حتى عن التوحد أكتر شيء بيطلع قصص طلع قصص عن العلاج بالأكسجين طلع عن العلاج بأدوية معينة للمكملات يعني بيطلع كتير قصص ترجع بتروح يعني كمان بيصير في ترند إنه هلا مثلا درجة من 10 سنين العلاج بالأكسجين صار العالم يركضوا بعدين طلعت لا بتسمم وبتعمل مشاكل وبتعمل هيدا رجع كمان على اشياء تانية مثلا بايوميديكال تريتمنت كل شيء ادوي وهيك رجعت كمان نزلت فبيطلع قصص بيطلع دراسات الدراسه بس نشوفها ما نشوف كمان على كم شخص عملت على كم وقت معين عملت لانه كمان التترات على السوشيال ميديا اوقات بحطوا لك مثلا عنوان عريض كتير انه كثير بشد وبس تفوت بيطلع غير شيء كليا فهيدي كمان بدو ينتبه على الاشياء شو بدنا نقول للامهات اليوم للاهل بدنا نقول لهم ما يخافوا نعم ما يخافوا من الاختلاف اكيد في طريقه انه نحن نتواصل مع اولادنا بالبيت بدهم يوثقوا باولادهم بقدراتهم وبحالهم اكيد لهم حق اكيد يظهروا باولادهم لبرا ولازم نقول انه التوحد مش معناته بيقعد لحاله بالزاويه لا الأطفال التوحد هني أكتر عالم هني بحبوا وحساسين وشفافين وما بيعرفوا كذبوا فآمنوا بولادكم وأنتوا طلعوا فيهم لبرا شكرا لكم اليوم كان عنا أم طفل متوحد حكيت تجربتها الاختصاصية بعلم النفس المدرسي زينب غدار والاختصاصية بعلاج اللغوي والنطق جوال برشين أهلا وسهلا فيكم أصدقاء المشاهدين من اضطراب التوحد عند الأطفال إلى الحضانات اللي بتساعد بتربية الأطفال ما لها وما عليها وبدنا نحكي كمان عن المعايير الجديدة اللي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع ضيفتنا سناء عوضة ومعنيين بهالإطار تابعونا بعد هالفاصل أصدقاء المشاهدين والمستمعين منتابع نحن وياكم نقطة على السطر عبر صوت لبنان ليحكي عن الحضانات هلأ ما حدا عم بيحكي عن الحضانات لأنه ما في حدا صور ولا انتشرت الصور عبر السوشيال ميديا ولا طلعوا الوزراء قالوا ولا طلعت القوى الأمنية حاسبت بس اللي مش عم بيصور حدا بيعرف اليوم مش عم بيصوره حدا بيعرف شو عم بيصير داخل الحضانات هيدا سؤال بدنا نطرحه اليوم الرقابة معدومة كلنا بنعرف النقص حتى يعني عند وزارة الصحة يمكن في شخصين من المعنيين اللي هن اليوم برئيس دائرة الصحة والصحة صحة الأم والطفل والمدارس بالصحة بوزارة الصحة باميلا زغيب يمكن مع شخص تاني طب مين عم بيراقب مين عم بيحاسب مين عم بيلتزم بشروط الترخيص اليوم عم يشتغلوا وزارة الشؤون الاجتماعية على المعايير وكمان هي نفس المعايير تقريبا اللي موجودة بوزارة الصحة واللي اشتغلت عليها السؤال من يطبق هذه المعايير لهلأ ما قدرنا نسكر وزارة الصحة سكرت عدد من الحضانات بس مش كلها هي غير المرخصة اللي عم بيصير بالحضانات المرخصة وغير المرخصة هل هي بيئة ملائمة لنمو أطفالنا فكريا ونفسيا وصحيا هذا السؤال رح نطرحه بس قبل خلينا نحكي بالمعايير بيسعدني اليوم رحب بضيفتي المساعد الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة سناء عوضة أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان أهلا وسهلا فيك صباح الخير اليوم بدنا نحكي وزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت معايير الوطنية لدور الحضانة طبعا دور الحضانة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بالشراكة مع لجنة الإنقاذ الدولية ما تأخرنا كتير لأن نوضع معايير ولا شو أن تأتي خيرا أن لا تأتي هلأ أتت أتت طبيعي على كم صفحة
هلا نحن نحكي عن أهمية هذه المعايير بالنسبة لواقع الدولة اللبنانية. نحن عم نشتغل على معايير لحضانات تابعة للقطاع الرسمي، يعني هي تديرها وزارة الشؤون الاجتماعية. هون كتير الأهمية نحكي إن عم تحكي عن معايير جودة، هذه بداية السلم، إنك أنت عم تحولي هذه الحضانات تحطي لها شروط وإجراءات لنحول هذه الحضانات لبيئة آمنة للأطفال. هذه الحضانات هي شغالة ضمن الوزارة، بس في فترة من الفترات سكرت نتيجة الأزمات الصحية، لأزمة كورونا اللي صارت، وهلأ نحن عملنا هلأ رجعت فتحت معظمها، مش إن الكل، معظمها، لأنه تابعة. شو يعني أنت حضانات تابعة لوزارة الشؤون؟ شو الفرق بينه وبين الحضانات الخاصة التي تشرف عليها وزارة الصحة؟ شكرا على هذا السؤال. نحن وزارة الشؤون الاجتماعية في عنا نوعين من الحضانات، في الحضانات التابعة للوزارة بشكل مباشر اللي هي موجودة بمراكز الخدمات الإنمائية، وفي الحضانات اللي بتربط مع الوزارة بمثابة عقد مشترك بتديره جمعية أهلية. لكن في حضانات إذا بدك صافي وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي حضانات هي بتديرها جمعية أهلية بعقد مشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية. شو يعني؟ أوكي. نحن مثل بتعرفوا وزارة الشؤون الاجتماعية عندها مراكز خدمات الإنمائية اللي هي موجودة بكل المناطق اللبنانية، بتقدم خدمات صحية تربوية اجتماعية، ومنها في خدمة اسمها رعاية نهارية للأطفال. بنحكي عن أطفال من عمر 2 لـ5 سنوات، يعني نحن ما بناخد الفئات العمرية الكتير صغيرة حديثي الولادة، لأنه هيدي بحاجة لمواصفات وتجهيزات خاصة، ولكن نحن بناخد الأطفال ضمن الفئة العمرية 2 لـ5 سنين. وبنحكي عن مراكز الخدمات اللي هي موجودة بالمناطق الاجتماعية أو الشعبية الأكثر هشة والأكثر بحاجة. يعني فئة الأطفال المستهدفة ضمن مراكزنا هي الفئات الاجتماعية اللي عندها ظروف اجتماعية صعبة. فعمليا وهيدا المركز هو مفتوح لكل الناس، يعني الحضانات بتستقبل أطفال بهالفئات العمرية من البيئات المحيطة. في الجزء الثاني اللي هو الحضانات ضمن الجمعيات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بعقد مشترك، يعني بتبرم هذه الجمعية مع وزارة الشؤون الاجتماعية عقد لتقديم خدمة رعاية نهارية للأطفال. نعم، على كل حال يعني ما في فرق كتير، بس في مين بيراقب؟ أنتم بتراقبوا طبعا الحضانات التابعة لوزارة الشؤون، ووزارة الصحة تشرف وتراقب على الحضانات الخاصة. اليوم هل مراقبة فعالة؟ في عديد للمراقبة؟ هلا نحن كوزارة شؤون اجتماعية في عنا شقة من المراقبة، في المراقبة الإدارية. نحن عمليا لأنه الحضانة بالمركز الخدمات تابعة لإدارة حكومية، ففي تقارير شهرية بتنبعت على الإدارة وبترصد شو عم بيصير على الأرض. وبنفس الوقت في عنا فريق من المساعدات الاجتماعيات اللي هن متخصصات اللي بيعملوا زيارات دورية على المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللي بتشرف على عمل هذه المؤسسات. في فرق بالسعر؟ طبيعي طبيعي. وإذا بنحكي عن ومين تستقبلوا، يعني اليوم مثلا كل الناس فيكم تستقبلوها بمراكز أو بحضانات وزارة الشؤون؟ طبيعي، كل بموضوع مراكز الخدمات الإنمائية كل الخدمات اللي بتقدمها هي مفتوحة لكل الناس بغض النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم. طبعا اللي كمان بما يتخص بالحضانات نفس الشيء، يعني الحضانات بتستقبل جميع الأطفال ضمن الفئة العمرية 2 لـ5 سنين. بنحكي بأسعار شبه رمزية أو زهيدة حتى في بعض الحالات، يعني الوزارة بتعمل إعفاء، يعني بنحكي برمز. هلا كان أول شيء 25,000، اليوم طلعنا على 100,000. حتى أوقات 100,000 المواطن اللبناني غير قادر يدفع هيدا 100,000، الوزارة بتعمل إجراء لتعفي المواطنين من هيدا الدفع، لأنه الناس بتوثق بمحل بده بيئة آمنة للأطفال. الأهل مضطرين يشتغلوا بأماكن بعيدة عن الحضانات الخاصة أو بغير متناول الأهل الحضانات الخاصة، فعم يلجأوا للقطاع الحكومي. طيب خلينا نحكي عن المعايير. شو هي هالمعايير؟ اليوم يعني نبشنا فتنا لندخل على 60 صفحة، يعني هل قد المعايير بدها 60 صفحة؟ بس نحكي عن معايير، نحكي عن معايير جودة، بنحكي عن كل شيء له علاقة بتعلق بالمؤسسة كحضانة، على المستوى الحوكمة إدارتها، على مستوى فريق العمل أو الموارد البشرية، على مستوى المنهاج والبرامج التعليمية ضمن الحضانة، على مستوى الصحة والسلامة والتغذية والنشاط الجسدي. حتى اشتغلنا يعني أكثر على كيفية إشراك الأهل بالقرارات اللي بتخص الطفل ضمن الحضانة، وعلى موضوع الشمولية والدمج. وكنت عم بسمع مع حضرتك المقابلة السابقة إنه عم نحكي بالحضانات هو المكان الأول لرصد الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلمية. عم بيصير هالشي، يعني إنها بحطوا أطفالهم بالحضانات، بيطعمون بيشربون بينيمون وبيفضوا،
ما هيك وبيجي حكيم يمكن بيكشف او هلا ما بعرف ادي عم يتعاملوا مع حكمة نتج نتيجة للوضع. بس اليوم هل عن جد يعني عم نشوف هيك في تعاون بهيك مجالات من قبل الحضانات؟ هلا الحضانات كشؤون لان هي موجوده ضمن مركز صحي اجتماعي، عمليا هذا المركز فيه طبيب اطفال، فيه ممرضه، يعني اي حادث او اي مشكله صحيه عند الاطفال ضمن الحضانات بيقدروا دغري يستشيروا الاطباء. وبنفس الوقت الجمعيات هي جمعيات ضمن مراكز، ممكن تكون مراكز صحيه كمان، في سهوله وصول اذا بنسميه الجهاز الطبي او الجهاز الصحي على الحضانات. نعم. على كل حال اليوم خلينا نحكي عن هالمعايير، يعني فينا نختصر، عم بحكي أنا عن 60 صفحة ما هيك؟ نعم. شو كيف بدك تختصري لنا اياها اليوم ضيفتنا سناء عوضة المساعدة الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية؟ المعايير مثل ما حكينا هي 8 أبواب. بتحكي عن الإجراءات اللي لها علاقة بالإدارة، الفريق العمل، الموارد البشرية، البيئة التحتية، يعني كلهم يتكامل، ما في شيء أهم من شيء. نعم. وكل كل باب له مجموعة من المعايير، وهذه المعايير مترجمة من خلال إجراءات إرشادية. هذه الإجراءات دورة تساعد إدارة الحضانة إنه كيف تطبق هذه المعايير. وتمنحكي عن الحوكم، نحكي كل شيء عن إدارة له علاقة بإدارة الحضانة، المدير ومسؤولياته ومؤهلاته. بنحكي عن سياسة حماية الطفل ضمن هذه الحضانة، بنحكي عن مدونة السلوك، بنحكي عن مهارات وخبرات وتطوير قدرات العاملين، بنحكي شو هو البرنامج التعليم الموحد أو شو هو السجل الطفل لازم يكون موجود ضمن الحضانة، وكيف هي البنية، يعني البنية التحتية، بنحكي عن المواصفات الهندسية، بنحكي عن سلامة الغذاء، بنحكي عن التلقيح، بنحكي عن الخطط الطوارئ، خطط الإخلاء، الوقاية من الأمراض والوقاية من حوادث، بنحكي عن كيف الألعاب لازم تكون، بنحكي عن المساحات الداخلية والخارجية. هذه المعايير هي كل متكامل بتساعد الحضانة، بتعطيها خارطة الطريق أو مراية إنه نحن شو حتى نحول هذه المحضانة لبيئة آمنة للأطفال، في عنا هذه الشروط والإجراءات لازم نلتزم فيها. نعم. بنحكي 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 بس شو بنفعل؟ يعني أنا لكن ما حنكون نحن كتير مثاليين بواقع مأساوي، ولكن هذه خطوة إيجابية يعني لوزارة الشؤون الاجتماعية. نحن صار عنا أداة وطنية الوزارة بتلجأ لها حتى تقيم واقع الحضانات عندها، وهذه الأداة هي بتخلينا نشوف شو هي نقاط القوة وشو هو نقاط الضعف. وهون نحن خلينا نبلش من نقاط الضعف. نحن عمليا اليوم بإطار شراكتنا مع لجنة الإنقاذ الدولية حنبلش نشتغل على أكثر من مكون، اللي هو تعزيز قدرات العاملين ضمن الحضانات لكيف يصيروا يطبقوا هذه المعايير، كيف يقدروا يرصدوا هذه المعايير، وبنفس الوقت نحط مؤشرات للقياس نحن وين التقدم المحرز بكيفية تطبيق هذه المعايير. بدنا نشتغل على برنامج تعزيز قدرات العاملين ومهاراتهم فيما خص التعامل مع الأطفال، فيما خص البرامج، وبنفس الوقت حنشتغل على شو هي المادة التعليمية أو المحاور التعليم لازم تكون موجودة ضمن الحضانات. وبنفس الوقت نحن بلبنان لا كهرباء لا ضوء ولا إنارة، في بإطار مشاريع المشتركة وزارة الشؤون الاجتماعية مع المنظمة الدولية عم نحاول نجهز مراكزنا بأنظمة الطاقة الشمسية حتى نقدر نوفر كهرباء لهذه المراكز حتى تقدر تشتغل هذه الحضانات بالطريقة الأسلم. نقابات اللي هي طبعا اليوم يعني تنضوي داخل الحضانات بتقول إذا بدنا نطبق هيك معايير يمكن ما في منها بالدول كلها هيك معايير، بدت يعني تسكر كل الحضانات بلبنان. هلأ المهم نحن نوضع معايير الجودة بتفاصيلها كلها أم نلزم بتطبيقها؟ وإذا بدنا نلزمه بطبيعه بقول إنه بتسكر، يعني هيدا شو تعليق على هالشي؟ هلا بمحل محلات بس يعني مجرد ما حكينا معايير جوده هي مفترض تكون معايير علميه بتضاهي كل المواثيق الدوليه، فهذا كنا متفقين عليه. هلا بننزل على الليفل الاوطى على التطبيق، مثل يعني الواقع هو بيقول انه في بعض الحضانات لا تراعي معايير الجوده، ولكن نحن صرنا عم نقول هلا بهالمرحله ونحن كوزاره شؤون اشتغلنا على ليفلينج، يعني قلنا في ليفل واحد هو الليفل هو موضوع الحضانات انه صحه وسلامه الطفل ضمن هذه الحضانه لازم تكون مصانه محترمة. مع هيدا نطلع على الليفل الثاني هو الخدمات الأكثر متقدمة. يعني الواقع صعب بلبنان، ولكن عم نحاول، حطينا إجرنا أول السلم وإن شاء الله مع الأيام نقدر نعمل شيء.
أرقام تليفونات صوت لبنان اللي بدي أسأل عن الحضانات اليوم. تليفونات طبعا نستقبلها ابتداء من هاللحظة 01-325-555 الخلوي 76-611 00-300-055 واتساب كول 76-611-001. رح تنضم لنا رئيسة دائرة صحة الأم والطفل والمدارس بوزارة الصحة باميلا صغيب. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك واهلا وسهلا بكل اللي موجودين معك بالاستوديو وبرا الاستوديو. يعني استاذه باميلا، نحن بنعرف يعني هلا مثل ما سمعتي انه في وزاره الشؤون اطلقت معايير اليوم للحضانات، معايير مهمة، معايير الجودة، وهي سبق وزارة الصحة وعندها أطلقت نفس المعايير، هن بيشبهوا بعض، وشو الفرق بيناتهم؟ أول شيء بس بحب نوه على شغلة إنه نحن وزارة الشؤون بموضوع الحضانات بنشتغل إيد بإيد، يعني حتى الشيء بدنا نشتغله للحضانات الخاصة عم ينشغل وزارته للحضانات اللي موجودين بمراكز وزارة الشؤون، والعكس صحيح. يعني خيالنا مبادرة بتقوم فيها وزارة الشؤون بموضوع دور الحضانة بمراكزها بنشتغلها نحن سوا، فنحن بنعتبر حالنا قطاع واحد ولكن موجودين بوزارتين، الخاص بمحل والرسمي أو التابع للدولة بوزارة تانية. منشان هيك المنهجية اللي طبعت لتطوير معايير الجودة بوزارة الشؤون هي ذاتها طبعت بوزارة الصحة، وكان الأفريقاء اللي اشتغلوا معنا الشركة هن ذاتهم، يعني كان الـ IRC والـ K2P بالـ AUB هن اللي طوروا أكيد هالمعايير. وبما أن المنهجية هي ذاتها والأفريقاء هن ذاتهم، فالتغيير إذا بدك الفرق بين دور المعايير دور الحضانة الخاصة ودور الحضانة التابعة لوزارة الشؤون هو الطابع الخاص لدور الحضانة الخاصة. يعني اليوم نحن بكل شيء بلبنان القطاع الرسمي بيكون غير عن القطاع الخاص، أوقات بيكون مش منه أحسن ولكن عنده غير طابع وغير شروط وغير مقومات، فما بتقدر انت تعمل نفس الشروط لذات دور الحضانة، يعني ان كان خاصين وطبليك مضطرة انت تكوني عم بتفرقي، لانه اخر المطاف مثل ما فسرت كمان زميلتك بوزارة الشؤون مدام سنة انه هدول الستاندرز هن منهم مستوى ترخيص او مستوى يلي هو نعتبره نحن زيرو يلي هو الحد الادنى. المعايير الجودة هن يعني بيعطوا مجال لدور الحضانة انها تتقدم وتكون ليفل 1 و 2 و 3. ايه بس المهم بلبنان تتطبق فيها ليفل 1 على الورق، بس بلبنان عم بيتطبق على المعايير، كيف بدكم تفرضوها ومين عم بيراقب الحضانات اليوم؟ مضبوط. هلا نحن بمنهجيتنا بالوضع اللي نحن فيه اليوم ما رح نكون عم نفرض تطبيق المعايير بطريقة ممنهجة وسيستماتيك، يعني بطريقة انه هيدا الشيء مفروض. احنا اليوم عملنا المعايير، من بعد ما عملنا المعايير مسحنا كل دور الحضانة لنشوف قديش هن قريبين او بعاد من تطبيق الستاندرد، وخاصة الليفل 1، يعني ما فتنا حتى بالليفل 2 و 3. تبين انه القطاع بمحلات يعني صراحة بس تشوف غير بلدان وتشوف نحن وناخد بعين الاعتبار كل الاشياء الكوارث اللي عم تقطع على لبنان، ما بدي اقول لك نحن الخير اكيد لا، ولكن نحن المؤشرات اللي عنا بتفرجي انه في مقومات ليقدروا دور الحضانة يطوروا نفسهم، وهالستاندرد رح يعطيهم مثل حافز انه هن يكونوا عم يطوروا حالهم. فنحن كوزارة صحة هلا من بعد ما مسحنا كل دور الحضانة، يعني قديش طلع كم دور حضانة بلبنان موجود؟ هلا نحن عنا بلبنان تقريبا لهلا مش تقريبا رح اعطيك الرقم المضبوط، نحن عنا 498 دار حضانة خاصة. نعم دار حضانة. وديب غير مرخص، عندكم فكرة عن الحضانات الغير مرخصة اللي عم تشتغل؟ سكرتوا البعض بس بعد في البعض الآخر ما زال موجود. هيدا نحن بنعمل مسح سنويا مع وزارة الداخلية والبلديات، هن بفضونا بكل دور الحضانة يلي موجودة ضمن نطاق يعني البلديات والمناطق، ومن قارن بين لستاتنا ولستاتهم. صراحة مع الظروف الاقتصادية اللي نحن هلا عم مرينا فيها وكورونا
ما كان عندنا كثير دور حضانه منا مرخصه، ولكن اكيد في اشياء ثانيه عم تنتج عن كل هالكرايسز اللي عم نقطع فيها، مثل مثلا عم بيصير في اشخاص عم بياخذوا اطفال اكثر من انه يكون عندنا دور حضانه غير مرخصه، عم بيكون عندنا نساء عم تاخذ ولد او اثنين او ثلاثه ضمن بيتها وتكون عم تهتم فيهم، ولكن ما عم بيكون عندنا ستركتشر جاردري مع اولاد مثل قبل، لانه صارت الاجارات غاليه. نعم. يعني قبل كانوا يوفروا باليد العامله او انه بالاشياء اللي بتكلفهم المصاري، هلا حتى هيدا ما بقى قادرين عليه، فكان عندنا غير مشاكل، ولكن مشكله دور الحضانه غير المرخصه بيعاني منها كل بلدان العالم المتطوره والغير متطوره، واتس اون جوينج، يعني على طول بدك تعمل مونيتورينج مع الداخليه وتشوفي وتقارني وتسكري اللي منه مرخص. بالنسبه ارجع على دور المعايير، بالنسبه لنا كوزاره الصحه التطبيق رح يكون، نحن رح نجي نقول انه وزاره الصحه اصدرت هدول الستاندرد، رح نعملها بطريقة طوعية، أي دور حضانة هي حابة تسجل كرمال تاخد ونحن نعملها الأسسمنت، هي أكيد بنعطيها الشروط، ننزل نعملها الأسسمنت ومنقول هي أي ليفل، رح نبلش أول شيء بطريقة طوعية لنشوف التطبيق على الأرض قديش بده يكون كبير أو صغير، ما منكون نحن وقفنا التطبيق لأنه بظل الظروف اللي نحن فيها عم نراقب نحن دور الحضانة، ولكن دور مراقبة دور الحضانة ما عم بتصير بس من قبل وزارة الصحة. طب كيف مين عم بيراقبها؟ يعني عم بيقولوا لي عندك حضرتك ومعك حدا بس يعني بالمديرية، مين عم بيراقب؟ هلا نحن كدور كوزارة الصحة عنا المراقبين الصحيين بكل قضاء، عنا 26 قضاء عم بيراقبوا، لأنه عم بينقال إنه ما حدا عم بيعرف شو عم بيصير داخل دور الحضانة. مش مزبوط، لأنه نحن اليوم رح أقول لك شغلة، مزبوط إنه كانوا المراقبين وزارة الصحة نزلوا كرمال يمكن التراخيص أو إذا في تجديد، يعني شيء منه إذا بدك كشف دوري، ولكن مع الصليب الأحمر اللبناني ومع الـ IRC هدول أفريقائنا نزلنا عملنا كشف بكل دور الحضانة بلبنان. وبتسألي حيالله دار حضانة اليوم بتقلك إنه إيه إجوا لعندي يا الصليب الأحمر يا الهيئة الصحية الوطنية يا الـ IRC، مع الـ IRC مسحنا 420 دار حضانة بكل لبنان، ما كان عندنا بعد 490، اوكي في منهم كانوا مسكرين ورجعوا فتحوا، في منهم رخصوا بهالسنة اللي ما عملنا فيها، ونحن كوزارة الصحة نحن بنعرف كثير منيح انه الوزارات بموضوع الرقابة مرقنا بظرف، مع انه طبعا انه معاشات الموظفين والاضرابات تبع القطاع الرسمي، اكيد ما راح يحط الموظف من جيبته لينزل يبرم، واكيد نحن ما في دفاتر سواقه كان بالبلد، انه كنا عم نجرب قد ما فينا نكون عم نمشي الامور الاداريه، ولكن بما انه موضوع الكشف شيء اساسي شبكنا مع الافرقاء مع المجتمع المدني او المجتمع الدولي لنقدر نسد هيدا العجز بالوقت الحالي، وهي اصلا مشكله الكشف هي من زمان وجاي، انه كل العالم بفكر انه وزاره الصحه او حيلا وزاره او حيلا جهه مسؤوله بدها تراقب، انه المراقبه بس بتصير انه نبعت عالم، المراقبه بتصير من خلال تحطي معايير جوده، من خلال تحطي تجديد، من خلال تحطي سيستم اذا كان عم بيصير شيء بدار الحضانه الاهلي بلغوا، ففي عده طرق، يعني الطريقه حتى البلدان المتقدمه ما بقى عم تعتمد الكشف اللي هو كل جمعه او كل جمعتين، في طرق جديده وحديثه نحن عم نجرب نعتمدها لانه بتوفر طاقه بشريه وبتعطي نتيجه اسرع باكيد مواضيع معينه نحن حابين نعرفها. طيب ليش منعوا الاونلاين؟ يعني ليش منعوا التصوير؟ يعني انه تكون الام على عارفه شو عم بيصير داخل الحضانه؟ لانه نحن ماضيين على ومادام سنة بتعرف نحن ماضيين على حقوق الطفل، كونفنسيون تبع حقوق الطفل، واخر مرة رحنا وعرضنا تقرير لبنان في وحدة من اذا بدك الملاحظات اللي اجتنا انه حيالله بلد بده يسمح يحط الاولاد اونلاين، هيدا بدها قانون وبدها غرفة متخصصة عند وزارة الداخلية والامن بكل بلد لتقدر تعمل مونيتورينج، انت ما بتقدري ما بحق لك اليوم تظهري اطفال لو الاهل بس عم بشوفوهم، لانه ما عندك سيستمز، اول شغله ما عندنا سيستم نحن يكون عندك 24x24 هاي ريزولوشن، تقدري انت تكوني يعني في تفاصيل تقنيه لما انت بدك تطلعي اونلاين بدك تكوني انت حريصه انها موجوده عندك بالبلد، والا انت اليوم ما بحق لك تشرعي كل الاطفال على اونلاين وبتكوني انت عم تفوتي على خصوصيتهم،
فمنشان هيك نحن ما منعنا انه يكون في كاميرات مراقبه بدور الحضانه، نحن قلنا لا لازم يكون في كاميرات مراقبه، وبيقدروا الاهل يحصلوا على السداء او يجوا حيلا وقت كاميرا مفروض تنحط بالاداره او بمحل الام بتقدر هي تكون عم بتجي حيلا وقت النهار، وحتى فيها تطلب من ضمن ال 24 ساعه او 48 ساعه على كورس مدمج كل شيء بتشوفه. لكننا نحن اوجدنا هالقانون وشفتها مع النيابل مع الـ مع الـ يعني الجهات المختصه كيف نقدر نحن حابين انه هذا الشيء نعمله بيساعدنا كرقابه، ولكن ما بحق لنا غير ما يكون في قوانين، وهذا اجينا ملاحظه من المجتمع الدولي والتزمنا نحن بهذا الموضوع ونظمناه بطريقه تدلل الكاميرا ولكن ما نكون احنا عم نخالف. شكرا لك رئيس دائره صحه الام والطفل والمدارس بوزاره الصحه باميلا صغيب. اليوم يعني قصه مش مهم يمكن فقط نفوت في سلوكيات موصفين، لا لازم مثلا زيادة الوعي والمتابعة، طلب وزير الصحة مرة أنه يصير في دورات تدريبية للي بيعتنوا بالأطفال أو المربيات أو المربين داخل الحضانات، هل عم بيتم هالشي؟ هذا اللي كنت عم حكيت انه نحن حطينا المعايير، بنفس الوقت في برنامج تدريبي بده يصير للعاملين بدور الحضانه على كيفيه التعامل مع الاطفال وعلى كيفيه التعلم من خلال اللعب، يعني كيف بدنا المهارات اللي بنقدر ننقلها للطفل. نعم، طيب اليوم ماذا عن المطالبه بشبكه اسماء المربيات في حال اخطات اي وحده منهم بيتم تعميم اسمها اليوم لعدم توظيفها؟ انه ليش؟ ما فهمت كثير. يعني اذا مربيه كانت مثلا مش عم تتعامل مع الاطفال مثل ما لازم، لازم يتعمم اسمها حتى ما ياخذوها باقي الحضانات. هلا هذه اجراءات قانونيه واداريه بتتبع للاجراءات للقانون شو بيقول، بس نحن عمليا وهذا باي اطار قانوني بيصير. نعم، اليوم يعني بموضوع الحضانات نحن بنعرف انه وزير الصحة حكي عن تقرير إجراءات الرقابة المسبقة، تكثيف الزيارات المفاجئة، اليوم كمان امتلاك العاملين شهادات اللازمة، يعني كلها لازم تكون موجودة هيدي قبل المعايير وبعد المعايير. اليوم هل نحن فينا نحكي عن حضانات بلبنان تمتلك المربيات كل هالشيء؟ هذه المعايير اوجدت هذا الشيء. كنت عم بحكي عن موضوع الفريق العمل المتخصص ضمن الحضانات، نحن يعني شو هي الشروط لازم حتى نحن يكون هذا الفريق يوازي او يماهي مع المعايير، انه انا على الاقل كل مربي لازم يكون عنده خبره في مكان ما وشهاده علميه، هذه وحده من الشروط الاساسيه اللي اجت على ذكرى المعايير. نعم، شو دور النقابة اليوم؟ شو الجديد بهالموضوع؟ معنا نقيبة أصحاب دور الحضانة هنا جوجو عم تحكينا من الخارج، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. ألو ألو ألو، هنا عم تسمعينا؟ طيب على كل حال بانتظار ترد علينا هنا. اليوم يعني طلعوا من مجلس النواب وبعض الحضانات المرخصة لا يستوفي المواصفات المطلوبة، شو اللي بيمنع سكرهم اليوم سناء؟ شو اللي بيمنع سكرهم؟ هل كمان في مافيات عم تفتح حضانات اليوم وما عم نعرف، حدا بيعرف شو عم بيصير داخلها؟ هلا هدول البلديات بهالشيء ما بتتعاونوا مع البلديات؟ هي على صعيد وزارة الصحة هي اكثر، على يعني لانه الترخيص عم يتاخذ من وزارة الصحة. نعم. عمليا هي وزارة الصحة هي الجهة الناظمة واللي بتراقب وبتشرف على عمل الحضانات بالقطاع الخاص. عمليا اذا في اي انتهاك او اي خلل هي صارت من صلاحيات القضاء. نعم. فهون يعني بيتقاطع هذا الملف بين الوزارات الثلاثة. نعم. هنا انت معنا حضرت نقيبة؟ مش عم يزبط التليفون، عم نطلبها واتساب. هنا جوجو نقيبة أصحاب دور الحضانة. ألو، أهلا مدام نوال، بونجور، كيفك؟ يعطيك ألف عافية، التليفون شوي يعني شكرا. نحن إنترنت عنا ضعيف مش هيك؟ طيب عم بشوش شوي بس سمعتك. نعم، أطلقت وزارة الصحة معايير، وزارة الشؤون معايير للجودة بالحضانات، قادرين أنتو كنقابات يعني اليوم أو لدور حضانة تطبقوا هالمعايير؟ هلأ أكيد عم تتطبق المعايير ببعض حضانات، وبعض حضانات طبيعي ما عم تقدر تمشي بكل شيء مثل ما لازم، خاصة موضوع الكهرباء عم بيحرم الحضانة إنها تقدر تقوم بواجبها، الفيول عم بيكون مكلف، بس إجمالاً الحضانات المنتسبة للنقابة كله عم بيكون ملتزم، وإلا اللي ما قادر يلتزم سكر. نعم. وحكيت بعتقد باميلا على هذا الموضوع انه في منهم ما قادرين وسكروا.
سو هذا الموضوع بعتقد المعايير. انا هلا ما بعرف اذا عم تسمعيني. عم بسمعك عم بسمعك تفضلي. بس انا حابه احكي شيء عن المعايير لانه انا كنت هلا بورد فورم بفانكوفر. نعم. وما صار لي كم يوم خالصه وهلا عم بعمل الدراسه كمان مع كوليدج هون مشان المساعدين بالحضانات لنشوف شو فينا نعمل شيء مع مساعدين الحضانات بلبنان. معايير اللي موجودة بكندا أكيد بلد كتير مختلف وحضانات مختلفة وpopulation يعني كمان الناس مختلفين ومايندسيت كلها مختلفة. بس أنا فيني أقول شيء هلأ يعني بريح كتير إنه المعايير اللي معمولة بلبنان مبكلة من كل الجهات ما شفناها موجودة هونيك لأنه عندنا نحن العبرة بالتطبيق يا نقيبة. كل السياسات اللي عم تتبع بالحضانات بفانكوفر أو بكندا إجمالا. اوكي سو نحن عنا سوفيستيكيشن وعنا شغلات منا موجوده برا لانه كمان برا عم بيكون الشغل اكثر مركز على الطفل على حمايه الطفل اكيد. يعني مثلا تاحكي بالكاميرات واحكي بالابلكيشن اللي بتنبعت للاهل يوميا ما موجوده. نعم. يعني اكيد في سياسه لحمايه الطفل وعم بنعمل فيها بس يلي شفناه انه حتى ما في نيرس بقلب الحضانة. فتنا على حضانات كتير جديدة شروطهم مختلفة عن شروطنا، ما في اسمه مراجعة طبيب، ما في شيء. يعني نحن معاييرنا شديدة كتير. اي بس نحن عنا نعم معنا نعم. شيء نقيبة بس نحن عنا ما في تطبيق للمعايير مثل ما لازم. يعني اليوم انه عنا على الورقة شيء نحن كتير مهم بس تعي على التطبيق في 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 تطبيق. ما بدنا نكون كتير مشحفين بحق الحضانات لانه عن جد احنا منا مشحفين يعني بس معلش في حضانه مرخصه كان عم بيصير فيها اللي يعني شيء تشنيع بالاطفال شيء مش مقبول. فاليوم يعني بالرقابه ما عم بتكون دوريه، ما هي الدقابه لازم تكون دوريه وطلعت عبر الاعلام وصار اللي صار. هلا نحن يعني. اكيد نحن كنقابه بنطالب بالرقابه بس حضرتك هلا تفضلتي وحكيتي انه جهاز الرقابه ضئيل او منعدم وفي كان مساعده من جمعيات مثل الاي ار سي ومثل الصليب الاحمر مثل ما حكيت باميلا هلا. فهيدا الشيء اكيد منه عم بيكون بثبات وبشيء دائم عم بيكون انه بنعرف انه هذا دفتر شروط بدنا نمشي عليه. هيدا نحن ببلد هلا عم نطالب بشغلات. انا ما عم بقول لطفل وين ما كان لازم ياخد حقه بس نحن هلا ببلد يعني فينا نقول ما في سيستم ما في شيء. يعني كتر الف خيرون كتر الف خيرون. ماني عم دافع كنائب لاصحاب دور الحضانات بس لا بدي دافع لانه عن جد كتر الف خيرون لانه عم بيعملوا من الضعف قوه لحتى يقدروا يستمروا وما في دعم من الدوله وما في دعم ولا من اي شيء. صحيح. وبعدهم كقطاع خاص عم بباطحوا سوري على الكلمه يعني بس انه ما فيني اجي اقول كمان انتم يا وزاره الصحه ليش ما عم تيجوا بتراقبوا ما كله عم بيلحق بعضه ونحن عايشين بهذا البلد. صحيح بس نحن ما فينا نترك اولادنا واطفالنا اذا نحن بدنا نروح نلاحق معاملاتنا بالوزاره ما عم نلاقي حدا يحكي معنا. بدنا نروح على الضمان الاجتماعي ما بنلاقي حدا عم يحكي معنا. صحيح. سو انا بقول الحمد لله ديسبايت وما بالرغم من كل شيء عم بصير بهذا البلد بعده هذا القطاع محافظ على الجودة تبعه. وكان كمان من فترة منا كتير بعيدة كنا عم نحكي عن الجودة قديش بتأثر على الطفل والطفل شو ما كان إذا كان تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية أو تابع لوزارة الصحة هو الطفل بالنهاية. فهيدا الطفل عم بينعم بالجودة ما فينا نقول لا. وبرجع بقول إذا بدي أعمل مقارنة مع حضانات برا ومع حضانات هون لا الهايجين عنا 100% المعلمات عنا 100% الستينج يمكن بيختلف شوي المفروشات هني مفروشاتهم الدولة بتقدمها هيدي بتختلف بس معلماتنا شابوبا. يعني بعدني عم بعمل رابوري ما خلصته ما فيني أقول بعد إنه إلا إنه نحن عم نعمل من الضعف قوة إن كان وزارات ولا كان أفراد ولا كان قطاعات خاصة بكل المجالات عن جد كتر ألف خيرون. بس فينا أبيت للأطفال كمان فينا أبيت مالي للحضانات عم بتقول نحن مش قادرين نطبق هيك معايير بحذافيرها إذا طبقناها نحن منسكر صحيح ولا لا؟ اللي بدي أقول لك شغلي ما قادرين طبقوها بحذافيرها لأنه ما عم بلاقوا مرضى
نعم. اوكي بس هن عم بيكون في عندهم مرضى منا دبلومي ما معها مزاوله المهنه عم بتقوم بال 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 بالمهمه اوكي ما عم بصير في حوادث بمعنى حوادث لانه في خطا بالتجديد الرخصه او في خطا بمعنى منا ماشيين على المعايير. الحوادث اللي عم بتصير حوادث عاديه طبيعيه بتصير يمكن اهمال معلمه ما انتبهت يمكن طفل وقع بس حوادث بمعنى حوادث لانه ما مطبقين المعايير ما عم بصير. معلش هيدي بدها قعده كتير كبيره 5-6 دقائق ما بيكفوا. عندي رابور طويل عريض اجا نتج عن الورد فورم ما بدي اقول انه هن بلادهم غير بلادنا. برجع بقول الطفل عنده نفس الاحتياجات وين ما بيكون باي بلد لازم نحن نكون عم نأمن له اياها. نعم. تفضلي. انا يعني بدي اشكرك طبعا يعني بهالموضوع ونحن بهمنا يكون عندنا معايير وبهمنا تتطبق المعايير. نحن كل قصتنا انه في حضانات غير مرخصه، في حضانات مرخصه في شوائب وفي ثغرات عندها وفي حضانات غير مرخصه فاتحه حسابها وما في مين عم بيسكرها. هيدا هي قصتنا هون. مدام نوال الحضانات اللي منا مرخصه منا مقبوله بالنقابه ونحن يعني في يعني ايدنا دائما دائما بايد وزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه لنقدر نحصر هيدا الشيء. بس لما بتكوني انت بمطرح بدوله مفككه سو كل شيء ممكن انه يصير. نحن عم نحاول نحصر قد ما فينا وايدنا بايدهم لوزاره الصحه وزاره الشؤون الاجتماعيه لحتى نقدر نتجاوز هالمخالفات هاي. نعم بس شكرا. انا باكد لك انه ما في حضانه منتسبه للنقابه الا مرخصه. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي نقيبه اصحاب دور الحضانه هنا جوجو مباشره كنتي من كندا. اهلا وسهلا فيكي عبر صوت لبنان. بدي ارجع لضيفتي سناء عوضة. اليوم يعني بظل هالوضع اللي نحن عايشينه كمان مهم انه نكون عم نشتغل على التقدم لانه بعناية اطفالنا لانه هيدا جيل المستقبل. ويعني اي خلل بيصير بالحضانات عارفة انه هو بيأثر على الطفل وعلى مستقبله. صح هالشي؟ طبيعي. مش انه يعني طريقة اختيار المربيات كل شيء بالحضانة هو منه عن عبس شيء طبيعي. الفترة العمرية الصغيرة اللي احنا بنستقبلها اطفالنا ضمن الحضانات هيدي اللي بقول المرحلة اللي بتبني فيها الطفل. الاستثمار بمرحلة الطفولة المبكرة هو استثمار ابدي وطويل الامد. يعني كل ما كانت الظروف المؤاتية لصحة وسلامة ورفاه الاطفال ونماء الاطفال سليمة كل ما قدرنا بنينا اجيال واعية وقادرة. عمليا مشان هيك كانت هذا موضوع المعايير لانه نحن كلنا حريصين على انه هذه الاطفال بهالمرحله العمريه يقدروا يحصلوا على الحد الادنى من الخدمات النمائيه والصحيه والسلامه بشكل موازي. وكنا عم نقول ليه قطاع صح قطاع وزاره الصحه ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه لانه الاطفال مثل حكيت مدام جوجو لانه لجميع الاطفال الحق ببيئه امنه. فعمليا هون الاطفال احنا عم نامنهم مكان امن شايفين الظروف والاحتياجات بمكان آمن ببيئة تعلمية مناسبة حتى يقدر ينتقلوا على المرحلة الأكبر اللي هي المرحلة الدراسية. نعم. وبنفس الوقت بإطار تمكين السيدات نحن قد في نساء بالمناطق النائية حابة تكون تفوت على سوق العمل بس مش قادرة تفوت نتيجة مش عارفة وما تحط ابنها أو بنتها. فعمليا هذه الحضانات هي ممكن تأمن هذا المكان الآمن أو المساحة الآمنة حتى تقدر هي تروح تشارك على مستوى الشراكة الحقيقية بينها وبين زوجها لإدارة وإعالة الأسرة. طب لما بتطلع نائبة بالبرلمان وبتقول إنه قطاع الرعاية يعاني من مشاكل تقنية وهيكلية وأبرزها عدم التنسيق بين الأطراف على مستوى أعطاء التراخيص ومستوى المعايير الوجودة والخدمات هل يعني بإطلاق المعايير الجديدة نكون توحدنا خلص هذه الإشكالية؟ مدام باميلا حكيت أنه نحن المعايير كوزارة الصحة ووزارة شؤون ووزارة التربية نحن عم نشتغل مع بعضنا بفريق واحد. كلنا شركة بالمعايير اللي انحطت وكلنا هذه المعايير بتناسب منسجمة مع بعضها وبتغطي الاحتياجات الموجودة على الأرض. نعم. أنا بدي أشكرك ضيفتي المساعدة الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية سناء عوضة. عسى ولعل ما يكون عنا يعني داخل طب هالحضانات أي حالات يعني فيها خلل لما يعني يفيد صحة أطفالنا والعيال ولبنان لأنه هو رجال المستقبل. أنا بدي أشكرك شكرا لإلك. شكرا. بنلتقي بحلقة جديدة ودايما عبر صوت لبنان. شكرا.